السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فذك الإخبارية. أعلنت حركة طالبان البكرية بأنها عينت زعيما جديدا لها خلفا للمدعو أخطر منصور الذي قتل في ضربة جوية أمريكية. هذا واعترفت الحركة الإرهابية للمرة الأولى بمقتل الملا أخطر منصور قائلة بأن خليفته هو المدعو هيبة الله أخون زادة، والذي تم تعيينه زعيما جديدا لما أسمته بالإمارة الإسلامية بعد أن بايعه جميع أعضاء مجلس الشورى في التنظيم البكري. وكانت وكالة الاستخبارات الأفغانية قد أكدت يوم الأحد الماضي نبأ مقتل زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور، وذلك خلال ضربة جوية أمريكية في ولاية بلوشستان على الحدود الأفغانية الباكستانية. وقال حينها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن العملية التي قتل فيها أخطر منصور تعتبر رسالة واضحة إلى العالم بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم شركائها في أفغانستان، موضحا بأن الملا أخطر منصور كان يشكل تهديدا ماثلا ودائما للقوات الأمريكية. اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، اتهمت نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع في مصر. وقالت المنظمة الدولية بأن هذه الأسلحة التي تستوردها مصر من الاتحاد الأوروبي تستخدم في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين. وقال برايان وود مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة الدولية بأنه على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية والتي يستخدمها النظام المصري لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. تفاصيل أخرى في تقرير محمد أبو سلطان. اتهمت منظمة العفو الدولية قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في القمع الذي تشهده مصر، وذلك عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم فيما أسمته المنظمة بالاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها بأن 12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من المصدرين الرئيسيين للأسلحة ومعدات الشرطة إلى مصر. وذكرت المنظمة بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى أسبانيا والتشيك وبلغاريا تأتي على رأس الدول المصدرة للسلاح إلى مصر. وقالت المنظمة بأن ذلك يأتي رغم مرور 3 سنوات تقريبا على حدوث عمليات قتل جماعي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، لكن حالة حقوق الإنسان تدهورت في الواقع منذ ذلك الوقت. وأوضحت المنظمة بأن دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة ومعدات الشرطة إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل تتصرف بتهور عبر التواطؤ مع القاهرة في هذه الانتهاكات الخطيرة. وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العسكرية وأدوات الرصد والمراقبة وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب. وقالت المنظمة الحقوقية بأن شركات من عدة بلدان أوروبية قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا ربما يتم استخدامها لقمع المعارضة السلمية وانتهاك الحق في الخصوصية. وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا في شهر أغسطس آب عام 2013
يقضي بمنع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية، بالإضافة إلى معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة. واتهمت العفو الدولية دولا أوروبية بالاستهانة بالقرار السابق للاتحاد الأوروبي، حيث تقول هذه الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة بأنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة، زاعمة بأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة. محمد أبو سلطان لخدمة فدك الإخبارية. قتل 6 مدنيين يمنيين في غارات جوية لتحالف العدوان السعودي اليوم الأربعاء بعد أن تم قصف أحد المنازل في قرية المحلة جنوب مدينة الحوطة مركز محافظة لحج. وأوضح مسؤول محلي في المحافظة بأن القصف أسفر عن مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة، قائلا بأن العملية لم تكن مقصودة، إذ كان الطيران السعودي ينوي استهداف منزل مجاور يعتقد بأنه لقيادي في أحد التنظيمات الإرهابية. وفي سياق موازٍ، هز انفجار عنيف كلية الآداب في جامعة صنعاء مخلفا سقوط عدد من القتلى والجرحى. ونقلت وسائل الإعلام اليمنية عن مصادر من جامعة صنعاء قولهم بأن عبوة ناسفة وضعت في حديقة داخل كلية الآداب لتنفجر أثناء حفل أقامه الحوثيون في الكلية، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات التركية عن مقتل 6 جنود وإصابة 2 آخرين، وذلك في انفجار عبوة ناسفة بإقليم فان أثناء مرور مركبة عسكرية مدرعة. واعتبر مصدر أمني تركي بالإقليم الواقع جنوب شرق البلاد في حديث أدلى به لوكالة سبوتنيك للأنباء، اعتبر بأن العملية نفذها عناصر من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا. وقال ذات المصدر بأنه تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد، وذلك أثناء مرور مركبات عسكرية كانت تقل عددا من الجنود الأتراك الذين كانوا متوجهين لتنفيذ عملية أمنية ضد عناصر الحزب الكردي. جدير بالذكر بأن مناطق الجنوب الشرقي من تركيا كانت وما تزال مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني. ويخوض الجيش التركي معارك متقطعة في المنطقة التي تعاني تصاعدا مهولا لأعمال العنف، وذلك منذ انهيار هدنة بين الحزب الكردستاني المحظور والحكومة التركية في شهر يوليو تموز الماضي. قامت السلطات اليونانية بإجلاء آلاف المهاجرين من معسكر إدوميني، وهو المعسكر ذي الإمكانيات والتجهيزات الضعيفة على الحدود مع مقدونيا. هذا وسيتم نقل معظم المهاجرين إلى منشآت خاصة بالقرب من مدينة سالونيك التي تعد ثانية أكبر مدينة في اليونان. وكانت الحدود اليونانية المقدونية قد أغلقت في شهر مارس آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين تقطعت السبل بأكثر من 8000 مهاجر كانوا يأملون بإكمال رحلتهم نحو الشمال الأوروبي. وأغلقت مقدونيا حدودها مع اليونان بعد أن أعلنت النمسا عن تشديد إجراءاتها بسبب أزمة المهاجرين، والذين استطاع مئات الآلاف منهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد عبورهم بالقوارب من تركيا إلى اليونان. ورقة في الخبر في تقرير هشام الزواوي.
استأنفت الشرطة اليونانية صباح الأربعاء عملية إخلاء مخيم إيدوميني على الحدود مع مقدونيا لنقل أكثر من 6000 مهاجر إلى مراكز إيواء قريبة. وقال مسؤول في الشرطة بأن العملية تتواصل بهدوء وبصورة طبيعية، مشيرا إلى أنه لن يسمح اليوم أيضا لوسائل الإعلام بالاقتراب من المخيم باستثناء التلفزيون العام اليوناني ووكالة الأنباء الرسمية. وأصدر الجهاز اليوناني لتنسيق أزمة الهجرة في وقت سابق بيانا أعرب فيه عن ارتياحه لوصفه بحسن سير المرحلة الأولى من عملية إزالة المخيم والتي ستستمر لما لا يقل عن أسبوع. وأوضحت الشرطة اليونانية بأن من بين المهاجرين الذين نقلوا يوم أمس الثلاثاء 662 سوريا و 1273 كرديا و 96 إزيديا. وتهدف العملية التي رحبت بها المفوضية الأوروبية إلى إجلاء آلاف المهاجرين المقيمين منذ أشهر في المخيم في ظل ظروف صعبة نددت بها المنظمات الإنسانية. وبدأت الجرافات في إزالة الخيم التي نقل مرتادها من اللاجئين والمهاجرين إلى مراكز استقبال حكومية على متن عدد من الحافلات. هذا ووصفت فيكي ماركوليفيا الناطقة باسم منظمة أطباء بلا حدود، وصفت الأوضاع النفسية للمهاجرين واللاجئين بالقول: هناك ضغط نفسي متزايد، يوجد أشخاص جاءوا إلى هذا المكان منذ شهرين أو 3 أشهر، وهناك شعور قوي بأنهم ليسوا في أمان بسبب عدم معرفتهم إلى أين سيؤولون وما الذي ينتظرهم خلال الأشهر المقبلة. وعلق آلاف المهاجرين واللاجئين من سوريين وعراقيين وأفغان وباكستانيين وإيرانيين ومغاربة علقوا في مخيم إيدوميني منذ شهر مارس آذار، وذلك بعد إغلاق طريق البلقان التي كانوا يسلكونها للوصول إلى أوروبا الشرقية. وأثار اكتظاظ المخيم بالمهاجرين استياء متزايدا في أوساط المزارعين المحليين وتوترا مع مقدونيا المجاورة، حيث نشأت بسبب ذلك مناوشات متكررة بين المهاجرين والشرطة. ودعت المنظمات غير الحكومية أثينا إلى ضمان ظروف استقبال صحية وكريمة للمهاجرين، وبالأخص العمل على توفير فرصة إتمام إجراءات طلب اللجوء وإعادة التوزيع في بلدان أوروبية أخرى، منتقدة في الوقت ذاته الطريقة التي اختارها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة المهاجرين. هشام الزواوي لخدمة فدك الإخبارية. أصيب 10 أشخاص على الأقل خلال مظاهرات حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي المظاهرات التي نظمتها نقابات وقوى معارضة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بوقوع اشتباكات بين رجال الشرطة وبين من أسمتهم بمثير الشغب، وذلك بعد أن بدأ المحتجون برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية. هذا وأدت الاشتباكات إلى إصابة شرطيين اثنين، أحدهما رئيس الوحدة الخاصة بشرطة العاصمة والذي أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس، فيما أصيب 8 متظاهرين على الأقل بجروح طفيفة، حيث عمدت الشرطة إلى تفريقهم باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وكان أكثر من 50,000 متظاهر قد نزلوا إلى شوارع بروكسل لمشاركة في المظاهرات والتي احتجوا فيها على خطة الحكومة المعروفة باسم خطة بيترس التي تهدف إلى إصلاح قانون العمل. هذا وطالب المحتجون الحكومة البلجيكية بالتنازل عن خططها لخفض ميزانية قطاع الصحة ورفع سن التقاعد وتقليص رواتب الموظفين في السلك الحكومي. أقلع صاروخ سويوز الروسي بنجاح من غويانا الفرنسية، وذلك بحسب ما أظهرته مقاطع بثتها مجموعة أريان الفضائية.
هذا وانطلق الصاروخ من قاعدة كورو حاملا معه قمرين صناعيين إلى مدار الأرض بهدف ضمهما إلى أسطول الأقمار التابعة لنظام جاليليو الأوروبي لتحديد المواقع الجغرافية. ويعتقد الباحثون بأن الأمور إذا سارت على ما يرام فإن نظام جاليليو سيبدأ عمله أواخر العام الجاري، وذلك بالرغم من أن 3 من الأقمار لا تزال بحاجة إلى بعض التعديلات. ويقول جون إيف لوغال المدير العام لوكالة الفضاء الفرنسية بأن نظام الجي بي أس الأمريكي يتيح للمراقبين على سبيل المثال معرفة موقع أحد القطارات على خريطة فرنسا، في الحين الذي يخبرك فيه نظام جاليليو بدقة على أي خط يسير هذا القطار. ويهدف نظام جاليليو إلى تقليل اعتماد أوروبا على نظام الجي بي أس الأمريكي لتحديد المواقع الجغرافية، لكنه في الوقت ذاته يراهن على تقديم خدمة بديلة عالية الدقة. 5 4 2 1 top décollage. كان هذا ختام نشرتنا لهذا المساء مشاهدينا الكرام. نذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر المستجدات على صفحات التواصل الاجتماعي لخدمة فدك الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.